بسم الله الرحمن الرحيم. أنا المهندس عبد الله زبون. راح نبتدأ الآن إن شاء الله بإنستالينج بروجكت سيرفر 2010. الآن إذا بنلاحظ نفس الكونسول اللي كنا شفناه بالمايكروسوفت لما نزلنا مايكروسوفت شيربوينت سيرفر 2010. يعني نفس الشيء عم بنشوف نفس الكونسول اللي شفناها خلال عملية التنزيل. الآن لو طلعنا هون تحت الانستليشن راح نلاقي كمان نفس الشيء، في عندي انستال سوفت وير بري ريكوزيتس. لو كبسنا عليها راح نلاحظ بانه في عندي مجموعة من البري ريكوزيتس لازم اكون انا منزلها قبل ما انزل البروجكت سيرفر 2010، لكن بنلاحظ بانه هذه البري ريكوزيت هي نفسها اللي انا استخدمتها او يعني كنت محتاج باني انزلها قبل ما انزل الشير بوينت برودكت بريبريشن، لذلك انا ما في داعي اني ارجع انزلها باي ديفولت بما اني منزل الشير بوينت، فما في داعي اني ارجع انزلها مره ثانيه. اوكي، لذلك ننتقل مباشره لعمليه اللي هي الانستليشن ونكبس على انستول بروجكت سيرفر دايركت. عم يعمل بريبير للنيسيسري فايلز، بتاكد بان كل سيت ابس فايلز موجوده عندي. طبعا يطلب مني اللايسنس كي، هون بندخل اللايسنس كي. بعد ما ندخل اللايسنس كي تظهر لي هي المايكروسوفت اجريمنت، اي اكسبت ات، كونتينيو. راح يختار نفس اللوكيشن اللي نزلت فيه الشير بوينت، سو انستول. راح يحتاج شوي وقت على اساس اني اعمل الانستليشن. الآن انتهت عملية اللي هي الانستليشن سكسسفلي. راح يطلب منا بدنا نعمل run للconfiguration wizard عشان يكمل لي عملية اللي هي الconfiguration. زي ما هو كاتب لنا بانه run must run the SharePoint product configuration wizards. So close. راح تظهر لنا نافذة جديدة. طبعا هاي شاشتي اللي هي الويلكم، بداية اللي هي عملية اللي هي upgrading. نعطي next، يحكي لي بانه في مجموعة من السيرفيسز راح يعمل لها restart، يحكي له yes. طبعا الان اخذ الconfiguration، بيحكي لي بانه الconfiguration setting will be applied على ايش، على نفس السيرفر، على نفس الداتابيس اللي انا موجود فيها. احكي له okay next. تبدأ عملية اللي هي الconfiguration. زي ما احنا ملاحظين عندي performing configuration task، لانه عندي من اصل 10 صار في عندي 2. لما نخلص 10 الان انتهت عملية اللي هي الconfiguration successfully زي ما احنا شايفين. نعمل finish. الآن بعد ما انتهت عملية اللي هي الانستليشن سكسسفولي، في خطوة كتير مهمة جدا، نروح على الماي كمبيوتر، من على السي، بروجرام فايلز، في عندي كومون فايلز، في عندي مايكروسوفت شيرد، في عندي ويب سيرفر اكستنشن، في عندي 14، في عندي templates، في عندي features، في folder اسمه document library، document library، بعدين doclib. بناخذ التو فولدرز edit والفولدر file dlg، right click ناخذ copy، نفس الباث تقريبا، بس نيجي للفيتشرز
من الفيتشر راح يكون في عندي شيء اسمه bws doc bsw او bws اسمه bws doc labs بناء دوك ليب تيست تي هيك بنكون خلصنا عملية الرهين انستليشن. جاهز بني اعمل الكونفيجريشن للبروجكت سيرفر 2010. هيك هاي الصفحة الرئيسية اللي هي سنترال ادمنستريشن للشير بوينت 2010. لو جينا طلعنا على المانج سيرفيسز ابلكيشن من خلال اطلاعنا على المانج سيرفيس ابلكيشنز بنلاحظ بانه ما في عندي اي شيء بيتحدث عن اللي هي البروجكت سيرفر. هذا اللي راح نتعرف عليه ان شاء الله في الفيديو القادم. بهيك بنكون انهينا عملية اللي هي الانستليشن. إن شاء الله بنلتقي في الفيديو القادم نتحدث عن الكونفيجريشن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.